في زحام المشاعر المقدسة ضمن موسم الحج، تتخالط أصوات الحجاج ما بين داع وملب، وآخر يبحث عن موقع خيام حملة الحج القادم منها، وأصوات أخرى لمن يبحث عن شربة ماء زمزم، وغيرهم ممن يبحث عن دورات المياه. ووسط كل هذا يكون التيه شعار الكثيرين، على الرغم من التجهيزات واللوحات الإرشادية المنتشرة في كل مكان من حولهم وبلغات عدة. لذا أطلقت شركة المياه الوطنية السعودية تطبيق تروية لمساعدة وخدمة حجاج بيت الله الحرام، ليكون الدليل الهادي لهم بين أيديهم وسط الزحام. فتطبيق تروية يمنحك القدرة من خلال خارطة المشاعر على معرفة وتحديد أقرب دورة مياه لك، بالإضافة لموقعك الحالي بدقة عالية. ليس هذا فقط، بل ويمنحك الوصول للمراكز الصحية الطبية، بالإضافة إلى مواقع المخيمات والحملات بشكل مفصل. كما يمنحك التطبيق القدرة على الإبلاغ عن المشاكل الفنية والأعطال لدورات المياه في مشاعر الحج عموماً. كل ما يتطلبه الأمر تصوير الإشكالية التي رأيتها وإرفاق بيانات الموقع المتاحة من حولك، ليقوم فريق الصيانة بعمل لازم وفي أسرع وقت. التطبيق أيضاً يوفر لك خاصية بعنوان أرقام تهمك، والتي تحوي الأرقام الرسمية للقطاعات الحكومية، مما يمنحك سرعة الوصول والتواصل معهم، ناهيك عن نقاط توزيع مياه زمزم المعتمدة. تطبيق تروية متوفر للتحميل عبر جوجل بلاي وأبل ستور. لبيك اللهم لبيك لبيك لا. تقرير جميل، وأحب أشكر بطبيعة الحال الزملاء من فريق الإعداد والتعليق الصوتي والمونتاج على جهودهم في هذا وإبراز التقارير بأبهى حلة بإذن الله. والله صراحة تقرير رائع جدا، وأنا أشهد صراحة التقارير دائما جميلة، ونشوف يعني ما شاء الله تبارك الله التعليق الصوتي هذا العام مميز جدا ما شاء الله بإذن الله. يعني التطبيق مرة يعني بسيط، وأحسه يعني ما هو صعب لديك الصعوبة. صحيح، يعني وحتى لو تكلمنا عن الواجهة، واجهة التطبيق نفسه تطبيق تروية واجهة بسيطة جدا، أي شخص يقدر يستخدمه، طبعا بلغات كثيرة متعددة. على سبيل المثال عندنا هنا اللغة العربية، زي ما بنشوف الآن على الشاشة هنا بنقدر نشوف خارطة المشاعر، وهذه يعني أبرز فائدة وأبرز استخدام للتطبيق. زي ما نشوف الآن بنقدر نكبر ونشوف كامل الأشياء الموجودة عندنا هنا في المشاعر المقدسة. طبعا يمدينا نختار هنا الحملات، أو يمدينا نختار فقط دورات المياه أكرمك الله. فلو الواحد كبر الآن بيشوف تفاصيل كثيرة جدا. على سبيل المثال عندنا هنا نقاط إسعافية كثيرة جدا، مراكز صحية في المشاعر عندنا. على سبيل المثال هنا لو كبرنا أكثر وأكثر، زي ما نشوف الآن بنشوف هذه كلها دورات مياه أكرمك الله موزعة في جميع المشاعر. طبعا نقدر الآن مثلا بأضغط على هذه الدورة أكرمك الله، والآن بأقدر بيعطيني رقمها، طبعا رقمها السداسي اللي بيكون موجود على دورة المياه، وبأقدر أتوجه لها بكل بساطة على خرائط جوجل، بأتوجه لدورة المياه من دون أي مشاكل وبسهولة تامة جدا. بصراحة هذه خاصية جميلة جدا، وما شاء الله تقدر تشوف طبعا هنا قديش الدورات أكرمك الله منتشرة في كل مكان. فحتى الشخص لو لا قدر الله ما كان مع هذا التطبيق، إن شاء الله برضو بيقدر إن هو يعني يهتدي لأماكن هذه الدورات. طيب هو بس يعني بس لأكرمك الله لدورات المياه يعني؟ لا، هو صراحة يعني هم برضو دمجوا بعض الخصائص الجميلة. على سبيل المثال تقدر تبلغ عن مشكلة في الدورات، وما شاء الله في فريق متخصص خاص في الدعم الفني لهذه المشاكل. لو في أي دورة لو في أي مشكلة في أي دورة مياه، على طول بيجوا وبيحلوا المشكلة، وبتوصلك رسالة SMS على رقم جوالك بتقول لك ترى المشكلة الفلانية اللي أبلغت عنها تم حلها، أو مثلا تم فتح مساءلة لها. برضو بتقدر هنا تتابع طبعا حالة البلاغ، هنا برضو بتقدر ترجع لبعض الأرقام المهمة لبعض الجهات المهمة، مثل ما تشوف الآن طوارئ المياه أكرمك الله، طوارئ الكهرباء، مركز العمليات الأمنية الموحد، التوعية الآلية، فتاوى الحج. هذه أرقام مهمة برضو الشخص بيقدر يرجع لها. وبرضو بنشوف طبعا هنا أماكن مياه زمزم، اللي حابين يحصل على زمزم هذه كود الأماكن. كمان كم مياه شرب زمزم؟ صحيح، الشرب كمان ما شاء الله. هذه كل الأماكن، لا هذه تحديدا اللي حاب يأخذ على برده مثلا. أوكي. مثل المواسم الماضية وإن شاء الله المواسم القادمة أيضا. فهو يقدر يعرف الأماكن الرسمية والمرخصة اللي يقدر يأخذ منها مياه زمزم بطريقة آمنة ورسمية إن شاء الله، من خلال طبعا الضغط عليها بشكل مطول. هو يوريك الأماكن كمان. نعم، طبعا توجه لها. صحيح، يمديك برضو طبعا تأخذها على خرائط جوجل، ومن هناك تقدر تسوي توجيه للمكان.